السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. في هذه الليلة عنوان محاضرتنا مقومات الجهاد، وهو في الواقع إتمام لما عرضته قبل ليلتين بخصوص الجهاد والقيم. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نشاهد مع بعض هذه الصور الحقيقية لبعض جرائم الإرهابيين التكفيريين. حقيقة عنوان الجهاد هو أحد ضحايا الإرهاب والتكفير، وبالتالي نجد أن هناك الكثير من الإثارات الفكرية والإثارات الإعلامية والشبهات التي أثيرت على هذا العنوان المقدس في الإسلام، الذي جاء به الإسلام لا من أجل إبادة الإنسان، لا من أجل ظلم الإنسان، وإنما من أجل خدمة الإنسان. ولكن على الرغم من هذا نجد بأن ما قام به هؤلاء الإرهابيون قلب الصورة. ولذا ذكرت تلك الليلة بأن من الضروري أن نعيد قراءة وتقييم الروايات المرتبطة بسيرة النبي صلى الله عليه وآله في الجزئية الخاصة بالغزوات، وكذلك ما بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله. ثم أيضاً علينا، وقد بحث ذلك الموضوع في تلك الليلة، ثم أيضاً علينا أن ندرس الروايات التي يقوم عليها التشريع، يعني الروايات التي تقدم الجانب التشريعي الخاص بمسألة الجهاد، تحتاج إلى إعادة قراءة، وتحتاج إلى عرض على القرآن الكريم، وتحتاج أن تقارن فيما بين بعضها البعض، حتى نصل إلى نتائج لربما تكون مختلفة عن التصورات السابقة التي عندما أغفلت هذه النقاط نجد بأنه تقدم هذه المسألة بهذه الصورة التي مارسها أولئك الإرهابيون. ونحن عندنا الحاكمية للقرآن الكريم، المرجعية للقرآن الكريم، الأساس هو ما قاله الله عز وجل في كتابه الكريم، فهو الكتاب المعصوم عن الخطأ وعن التحريف وعن التلاعب وعن النقص. وبالتالي الله سبحانه وتعالى أخبرنا، والنبي أخبرنا، والأئمة أخبرونا بأن عليكم أن تعرضوا هذه الأحاديث التي وصلت إليكم على القرآن، وأن تفهموها من خلال القرآن. الله سبحانه وتعالى قدم لنا في أكثر من آية ما هي القاعدة الأساس في مسألة الجهاد والقتال في سبيل الله. هذه واحدة من تلك الآيات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذن القتال يكون ضد الذين قاتلوا المسلمين، وقاتلوا الذين يقاتلونكم، وأما من سواهم الذين ليسوا بمسلمين أيا كانت ديانتهم فحين ذاك ما هو موقفنا منهم؟ ولا تعتدوا، يعني لا تبادروهم بالقتال، لا تعتدوا عليهم ما داموا يعيشون حالة السلم معكم.
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والمسألة ليست مسألة تكتيك، يعني ليس لأن المسلمين في ذلك الوقت كانوا ضعافاً وبالتالي الآن لا تبادروا الآخرين بالقتال، ولكن إذا قويت شوكتكم فافعلوا ما شئتم. لا أبداً، إن الله لا يحب المعتدين، الله لا يريد هذا العدوان على طول الخط، لأنه لا يحب العدوان ولا يحب المعتدين. إذن المسألة مسألة جوهرية قيمية مبدئية وليست مسألة تكتيك. هذه نقطة جدا مهمة ويجب أن نضعها بالحسبان. هناك آيات أخرى أوضح دلالة أيضا من تلك الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن اعتزلوكم ولم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. يعني ما في أي منفذ أنك أنت من خلاله تقول لا عندي مبرر أن أقاتل هذا الطرف. لا، فإن اعتزلوكم ولم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، خلاص قالوا سلم بيننا وبينكم، لا يوجد قتال، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ثم هناك فئة أخرى كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وآله، بعضهم من الأعراب وكذا، هؤلاء ما كانوا يحبون أن يقعوا في حالة قتال مع النبي ومع المسلمين، إلا أنه تحت ضغط قريش وحلفاء قريش كانوا دائما يستجيبون لإغراءاتهم أو لضغوطاتهم، وبالتالي ينقلبون من حالة السلم إلى حالة ماذا؟ إلى حالة الحرب. هؤلاء وإن كانوا ذاتا لا يريدون القتال ولكنهم فعلا عمليا يقاتلونكم. ما هو الموقف؟ ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، لا يريدون أن يدخلوا لا في نزاع هنا ولا في نزاع هناك، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. لكن المشكلة وين؟ ما عندهم قرار قوي. لماذا؟ لأنهم مثلا في حالة حاجة أو نتيجة تحالفات أو نتيجة مثلا أهواء أو كذا. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم، هؤلاء هذه الفئة إن لم تعتزلكم، إن دخلت في أجواء الحرب، إن أعلنت الحرب عليكم، إن تحرشت بكم، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. في شيء أوضح من هذا؟ أن هؤلاء الفئة الأولى لم نجعل لكم عليهم سبيلا، ما في منفذ أنك أنت تروح تحط لك مبرر وتقاتل وتقتل هؤلاء. وبالتالي من يريد التصعيد قاتلوه، ومن يريد السلم سالموه. هذا مدلول آية الشريفة. وهكذا نجد في القرآن الكريم أمر إلهي بالمسالمة لمن جنح إلى السلم منهم، مع العلم أن كل واحدة من هذه الآيات هي في مقطع تاريخي مختلف عن الآيات الأخرى. يعني هذه الآيات من سورة الأنفال، وبالتالي هي غزوة بدر، في أجواء غزوة بدر، يعني السنة الثانية بدايات. سورة أخرى في سورة التوبة، إذن آيات هي تتكلم عن سنة 9 هجرية، وهكذا. هي مختلفة زمنيا، ولكن القاعدة ماذا؟ قاعدة واحدة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. هذا الكلام متى جاء؟ هذه الآيات جاءت بعد انتهاء غزوة بدر، يعني لا تعيشوا حالة الاسترخاء، فالعدو ما زال متربصا بكم، وقريش تريد أن تغزوكم مجددا، ولذلك عليكم الاستعداد. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. الحرب ليست غاية، والله لا يريد للمسلمين أن يدخلوا من حرب إلى حرب. الحرب مفروضة عليهم وهم في حالة دفاع. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها
وتوكل على الله. لماذا يقول هنا وتوكل على الله؟ لأن هناك قلق، كيف أأمن هؤلاء؟ هؤلاء غدارون، لا يتمسكون بمبدأ ولا يلتزمون بقيم، هؤلاء عندهم حالة عداء متأصلة معنا، كيف أأمنهم؟ وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. والله سبحانه وتعالى عندما تتوكل عليه سيفيض عليك من رحمته بأن يجعلك في حالة تستطيع من خلالها أن ترد هذا العدوان. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وبالتالي إذا مال الطرف الآخر، رسالة الآية هكذا، إذا مال الطرف الآخر للسلام وعدم العدوان، ونحن هنا لا نتكلم عن أهل الكتاب حتى يقيدوا البعض بأهل الكتاب، لا، عموما مع كل الناس، إذا كان الطرف الآخر ميال إلى السلام وعدم العدوان فيجب أن تستجيب لحالة السلم، فاجنح لها، ومع هذا يجب أن تكون حذرا من احتمالية أن هناك ماذا؟ احتمال في غدر وخيانة. كيف؟ أن هذه الفترة للسلم يأخذونها لالتقاط الأنفاس، لإعداد تحالفات جديدة، ثم الغدر بكم، ولربما عندهم على سبيل المثال نية لمفاجأتكم، لأن الإنسان لم يكن في حالة سلم يكون في حالة استرخاء. وبالتالي الله سبحانه وتعالى يقول أعلم أن عندكم قلق أيها المسلمون بهذا الشأن، ولكن الله سميع عليم. فهل وجود احتمال الغدر من المشركين يسوغ لكم أيها المسلمون أن ترفضوا حالة السلم؟ يقول لا، تبقى مسؤوليتك في هذا الوضع أن تستمر في حالة ماذا؟ السلم. وقلقك هذا تواجهه من خلال استمرار الإعداد والاستعداد واتخاذ أسباب القوة. هذا هو المطلوب منك، وليس المطلوب منك أن تلغي حالة السلم، لأن أصلاً في حالة الحرب أيضاً أنت لا تستطيع أن تبني وتحقق تنمية، أكثر الموارد ستصب في جهة الحرب وتستنزف طاقاتك، تفقد رجالك، تفقد خيرة الرجال، تفقد شبابك، تحدث ربكة اجتماعية من خلال الأرامل والأيتام، حالة اقتصادية متزعزعة، وبالتالي هناك حاجة إلى السلم كي تنهض الأمة، تحتاج إلى السلم. ولذا الله سبحانه وتعالى يركز على هذا، حتى مع القلق، حتى مع خوف الخيانة من الطرف الآخر التزم السلم، ولكن ابقى في حالة استعداد، لا تتراخى. هنا للعلامة الطبطبائي في تفسير الميزان التفاتة معنوية جدا جميلة، يقول هذا، يعني لما الله سبحانه وتعالى يقول للنبي أنا سميع وأنا عليم وتوكل علي، هذا مما يدل على أن هناك أسبابا وراء ما ينكشف لنا من الأسباب الطبيعية العادية تجري على ما يوافق صلاح العبد المتوكل إذا خانته الأسباب الطبيعية العادية ولم تساعده على مطلوبه الحق. يعني أنت أقدمت على السلم، الله أمرك بذلك وأقدمت على السلم وتوكلت على الله، عين الله التي سترعاك، الله سيتدخل بشكل غيبي ليشعرك مثلاً بالخيانة المعدة، أو سيمدك بأسباب للقوة تتفوق بها على عدوك، وهكذا. يعني التوكل على الله يفتح لك آفاقاً من نصرة الله عز وجل، فلا تخف. طيب، ولذا نجد أن هذه القواعد القرآنية في مسألة الجهاد تنعكس على وصايا الرسول صلى الله عليه وآله عندما كان يبعث السرايا. السرايا يعني قوات عسكرية عادة تكون صغيرة ومهامها محدودة، هؤلاء لأن مهمتهم عسكرية والنبي ليس معهم كان يوصيهم دائما ويكرر الوصية، لربما حفظوها ولكن هذا أمر مهم،
وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي الآيات السابقة يوصيهم. أعطيكم مثال مما روي في هذا المجال عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته، يعني يأخذ الحالة القائد، يوصيه بماذا؟ بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، يوصيهم في رجالاته وجنده. ثم قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. هنا يجب أن نتوقف، يقول أغزوا، طيب إذن هناك هجوم ابتدائي، تعبير الآية القرآنية عدوان؟ لا أبدا، هذا المقطع، هذه الكلمات من النبي لا تخص الذين يعيشون حالة السلم بدليل الآيات السابقة. إذن هي تتحدث عن من؟ تتحدث عن غزو من كانوا يغزون المسلمين أو ينوون غزو أطراف المدينة المنورة ليربكوا الحالة الأمنية فيها، وهذا تحقق عدة مرات. إحنا نتكلم عن غزوة بدر وكذا، بس هي ترى الفترة 10 سنوات تقريبا شهدت أكثر من 70 حالة عسكرية، أكثر من 70 غزوة وسرية، يعني بمعدل كل سنة 7. شنو كانت هذه؟ كانوا يجون مجموعة ويغيرون هنا وهناك على أطراف المدينة، على المدينة كذا. ثانيا، الذين دخلوا في تحالفات عسكرية مع قريش وكانوا يعيشون حالة القتال المستمر مع النبي صلى الله عليه وآله والمسلمين، واشتركوا مع قريش في غزواتها، وتشمل أيضا الذين كانوا يعتدون على المسلمين في حركتهم التجارية. مو بس قريش كان عندها حركة تجارية، حتى أهل المدينة، ولكن بعض الأعراب وكذا كانوا يغيرون عمدا ليضعفوا ويربكوا الحالة الاقتصادية في المدينة المنورة. أو صور أخرى من التحرش، كانوا يذهبون مثلا قطع طريق ويأخذون الإبل، إبل الصدقات على سبيل المثال، وينهبونها، يقتلون الراعي كذا. والاعتداء الميداني والعسكري بحق بعض المسلمين كما جرى على سبيل المثال لبعض حاملي رسائل النبي صلى الله عليه وآله إلى الملوك والأمراء. وبالتالي هنا نقول أن أغزوا بسم الله لا يقصد النبي أغزوا المسالمين بدليل الآيات التي ذكرتها قبل قليل، وبدليل أن الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة ذكر فئتين: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، ليس فقط أن تعيشوا حالة السلم معهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، تكونوا في حالة تعامل عادل معهم، أن تبروهم من البر وتقسطوا إليهم من العدل، إن الله يحب المقسطين لا يحب المعتدين. الله يحب من؟ يحب المقسطين العادلين. الفئة الأخرى: إنما ينهاكم عن موادة ومناصرة والارتباط وتولي، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا ساعدوا أعانوا على إخراجكم أن تولوهم، هؤلاء أنتم منهيون عنهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. واضح الصورة جدا أن القرآن يقسم الساحة إلى فئات ولكل فئة حكمها. نرجع إلى الحديث: أغزوا ولا تغلوا. لا تغلوا ما معنى عدم الإغلال هنا؟ بمعنى أن لا تقتلوهم غفلة وبصورة مفاجئة إذا ذهبتم إلى قوم وأنتم تقصدون غزوهم لأنهم من المعتدين، لا تدخلوا عليهم ليلا وتحاربونهم غفلة، لا تدخلوا إليهم نهارا من دون إحم ولا دستور. يا سبحان الله، يقول لهم النبي صلى الله عليه وآله: أنتم دعاة خير، أنتم تريدون الهداية للآخرين، لستم طلاب دماء وقتل وسفك دماء، اذهبوا إليهم، اطرقوا أبوابهم، اعرضوا عليهم الإسلام، قولوا لهم لماذا جئتم، فلو اهتدوا كان هذا هو الخير. ولا تغدروا، يعني لا تعطونهم الأمان ثم تخالفون ذلك الأمان، أو بأن تعدوهم بشيء ثم لا تفون لهم بذلك،
النبي يتكلم مع عدو، يتكلم بالموقف مع عدو، ذهب هذا الجيش ليغزوهم. ولا تغدروا ولا تمثلوا، يعني لا تعذبوا الأحياء ولا تشوهوا أجساد الأموات مثلا في ساحة المعركة، لأن هذه التصرفات لو صدرت من الإنسان فإنها تدل على أن حركته كانت لشفاء غير، أنها كانت للذات ولم تكن في سبيل الله عز وجل. علي عليه السلام في يوم الخندق عندما بارز عمرو بن عبد ود العامري، أسقط عمرو على الأرض ثم تأخر عنه وابتعد، ولما سئل قال بصق في وجهي وخفت أن أقتله ويكون هناك مدخلية لغضبي في قتله، ولذا درت حوله عدة مرات إلى أن هدأ غضبي وجعلت عملي هذا قربة وفي سبيل الله ثم قتلته. علي عليه السلام عندما ضرب بسيف أو بخنجر ابن ملجم يوصي أولاده وأهل بيته، ماذا يقول لهم؟ يقول لهم يا بني عبد المطلب، طبعا أوصى بأن يطعموه وأن يشربوا يسقوه مما يطعمون عليا ومما يسقون عليا، قال هذا أسيركم أحسنوا أساره. يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا، يعني تقولون مثلا هذا من بني مراد إذا نذهب ونقتل من بني مراد، أو نذهب نقتل إخوانه وأهله. تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتلوا النبي إلا قاتلي، انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور، يعني المصاب بداء الكلب، حتى بهذا لا تمثلوا بجسد. ثم يقول النبي في الوصية صلى الله عليه وآله ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، الراوي يقول أو خلال متردد بالعبارة، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وآله يعرض هذه الخيارات، أولى الخيارات ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فليأتوا إلى المدينة. لماذا؟ لأن المدينة كانت تحتاج إلى زيادة سكانية، تحتاج إلى مقاتلين، تحتاج إلى رافد بشري. لماذا؟ لأن كما قلت 10 سنوات أكثر من 70 معركة غزوة سرية، هذا ينهك، وبالتالي كان يحتاج إلى المدد. ثم هؤلاء يجب أن يدخلوا في دار الإسلام كي يتعلموا الإسلام، كي يتغيروا من الداخل، المسألة ليست مسألة عنوان وينتهي. وبالتالي هناك أعداء كثر، هناك تحالفات تتزايد نتيجة التخوف من تنامي قوة المسلمين، ولذا النبي صلى الله عليه وآله يقول لهم إذا استطعتم أن تعرضوا عليهم الإسلام وقبلوه ادعوهم ليأتوا، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين، يعني حكمهم حكم المهاجرين من مكة المكرمة مثلا. شنو حكمهم؟ القرآن الكريم أعطاهم امتيازات مثلا من الفيء، عندما تحدث في سورة الحشر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، إلى أن يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم هؤلاء لهم نصيب من الفيء، أنتم أيضا سيكون لكم، وعليهم ما على المهاجرين، عليهم مسؤوليات وواجبات. وأما الخيار الثاني إن رفضوا الدخول في الإسلام والتحول إلى دار الهجرة، فإن أبوا وقبل عفوا إن قبلوا الإسلام ورفضوا التحول إلى دار الهجرة، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، حالهم حال الذين قالوا أسلمنا فقط، يعني مجرد دخول تحت حمى الدولة الإسلامية ما عندهم قناعة بالحالة الإيمانية، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، نعاملهم كباقي المؤمنين المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. وأما الخيار الثالث فإنهم أبوا فسلهم الجزية، إذا ما دخلوا في الإسلام
فسلهم أن يدفعوا ضريبة، والجزية ليست فقط لأهل الكتاب، هنا الحديث مع كل الذين يخالفون المسلمين من أهل الأديان الأخرى، هي ضريبة تدفع في مقابل أن تحمي الدولة الإسلامية هؤلاء الناس، أن يدخلوا في حماها إذا على سبيل المثال صارت ظروف اقتصادية صعبة عندهم، المسلمون يساعدونهم، يطعمون فقراءهم، يعينونهم. إذا صار عدوان عليهم يدفعون عنهم هذا العدوان إلى آخره. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. طيب ماذا إذا رفضوا كل هذه الخيارات؟ فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إذن ما في نية للقتال، الإسلام لا يستهدف القتال ولا إراقة الدماء، بل كان يستغل أي فرصة لحقن الدماء. المهم عنده هو تغيير الإنسان إلى الأفضل، والأفضل هو دخوله في دين الله عز وجل. في صحيح البخاري برقم 3973 يقول الراوي: أخبرني سهل بن سعد رضي الله عنه. حتى نعرف من هو سهل، هذا نسمع اسمه في محرم دائما، ولكن لعل ما نعرف من هو. هو سهل بن سعد الخزرجي الأنصاري الساعدي، هو من بني ساعدة من الخزرج. قصته ترتبط بقدوم وفد الأسرى إلى الشام. نشوف شنو القصة ولو الوقت الآن يضايقنا، لكن على السريع. روى الخوارزمي الحنفي، طبعا مجرد تعريف، الرواية ما دخلنا فيها، رواية البخاري هذا تعريف بالشخصية الراوية. روى الخوارزمي الحنفي في كتابه مقتل الحسين عن سهل بن سعد: خرجت إلى بيت المقدس حتى توسطت الشام، فإذا أنا بمدينة مضطردة الأنهار كثيرة الأشجار، قد علقوا الستور والحجب والديباج وهم فرحون مستبشرون، وعندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول، فقلت في نفسي: لعل لأهل الشام عيدا لا نعرفه نحن. فرأيت قوما يتحدثون، فقلت: يا هؤلاء، ألكم بالشام عيد لا نعرفه نحن؟ قالوا: يا شيخ، نراك غريبا. فقلت: أنا سهل بن سعد، قد رأيت رسول الله وحملت حديثه. فقالوا: يا سهل، ما أعجبك السماء لا تمطر دما والأرض لا تخسف بأهلها؟ إذن هؤلاء لم يكونوا من المحسوبين على الطرف الأموي، كانوا غير راضين على قتل الحسين. قلت: ولم ذاك؟ فقالوا: هذا رأس الحسين عترة رسول الله صلى الله عليه وآله، يهدى من أرض العراق إلى الشام وسيأتي الآن. فقلت: وعجبا، أيهدى رأس الحسين والناس يفرحون؟ فمن أي باب يدخل؟ فأشاروا إلى باب يقال له باب الساعات، فسرت نحو الباب، فبينما أنا هنالك إذ جاءت الرايات يتلو بعضها بعضا، وإذا أنا بفارس بيده رمح منزوع السنان وعليه رأس من أشبه الناس وجها برسول الله، وإذا بنسوة من ورائه على جمال بغير وطاء. قال سهل: فدنوت من إحداهن، فقلت: يا جارية، من أنت؟ فقالت: سكينة بنت الحسين. فقلت لها: ألك حاجة إلي؟ فأنا سهل بن سعد ممن رأى جدك وسمع حديثه. قالت: يا سهل، قل لصاحب الرأس أن يتقدم بالرأس أمامنا حتى يشتغل الناس بالنظر إليه فلا ينظرون إلينا، فنحن حرم رسول الله. قال: فدنوت من صاحب الرأس وقلت له: هل لك أن تقضي حاجتي وتأخذ مني 400 دينار؟ قال: وما هي؟ قلت: تقدم الرأس أمام الحرم. ففعل ذلك ودفعت له ما وعدته. الآن هذا هو سهل بن سعد الذي يروي لنا الرواية التالية في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون، يعني طوال الليل في حالة اضطراب واختلاف، من المراد؟ يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وآله في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية فقال علي: يا رسول الله، هنا الشاهد،
أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، يعني إذا أسلمتم صلوا صوموا كذا، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. القصة ليست قصة قتال وسفك دماء. ومن هنا نتفهم سبب حساسية النبي صلى الله عليه وسلم المفرطة في الموقف الذي رواه مسلم في صحيحه برقم 96 عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة. جهينة قبيلة يمنية الأصل استوطنت في المنطقة ما بين المدينة ومدائن صالح أو وادي أم القرى، وادي القرى عفوا، وكانت سنة 7 أو 8 هذه السرية. يقول أسامة: فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، يعني حتى يسلم من القتل قال لا إله إلا الله، فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك، شككت في حكم الشرعي، فذكرته للنبي صلى الله عليه وآله، فقال رسول الله: أقال لا إله إلا الله وقتلت؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ حتى يكون إسلامه يجب ما سبق. في تتمة الخبر يجري حوار في نفس النص، يجري حوار بين صحابي سعد بن أبي وقاص وأحدهم لا نعرف من هو. ذاك الرجل يحاول أن يبرر موقف أسامة، أو هو مستغرب، يعني أليس الأصل هو القتال؟ لاحظ جواب سعد جميل جدا، قال رجل: ألم يقل الله وقاتلوهم؟ يعني كأنه هو فاهم من القرآن إن الأصل ما هو الذبح والقتل، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك بهذا الفهم الأعوج، يعني تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، أنتم بفهمكم هذا تسببون الفتنة. وهذه ملاحظة جدا مهمة، أن اجتزاء الآيات من مقطع صغير من الآية نأخذ هذا المقطع ونقول هذا هو الحكم، أو عندما نبعد الآية عن سياقها وظروفها التي نزلت فيها، ولا نقيد الآيات بعضها ببعض ولا نعرضها على بعضها ببعض، تحدث الفتن، بمعنى أن تتكون عندنا تصورات خاطئة ونفهم الإسلام بشكل خاطئ، وبالتالي نتصور أن الأصل هو القتل والتدمير والحرب والذبح، جئناكم بالذبح، هكذا يفسر الإسلام ورسالة الإسلام. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم 40-84 أنه بعث النبي صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى بني جذيمة. بني جذيمة بطن من قبيلة بني كنانة المعروفة الكبيرة جدا المنتشرة في الجزيرة العربية، كانوا ببلدة يقال لها الغميصاء بالقرب من يلملم، يلملم من المواقيت. هذه الحادثة سنة 8 هجرية بعد فتح مكة مباشرة، فدعاهم إلى الإسلام، خالد دعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا، أرادوا أن يعلنوا أنهم أسلموا، ولكن الناس جهلة ما يعرفون، لم يعرفوا ماذا يقولون، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، وهذا يعطي معنى ماذا؟ معاكس. فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل، أن يقتل كل رجل منا أسيره، يلا الآن خلصوا على الأسرى. فقلت عبد الله بن عمر يقول: فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره. وفي كتاب طبقات الكبرى لابن سعد أن الأنصار والمهاجرين أرسلوا الأسرى، رفضوا أن يقتلوهم، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله فذكرناه، فرفع النبي صلى الله عليه وآله يده فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وكرر هذه العبارة 2. ابن حجر شارح البخاري صحيح البخاري يقول لنا في التتمة
أن النسائي روى والبيهقي روى بإسناد صحيح عن ابن عباس أن من بين الأسرى رجل لم يكن من هذه القبيلة أصلاً، وإنما كان يعشق امرأة منهم، فهذا المقرود سيء الحظ ذلك اليوم كان موجود هناك، فألقي القبض عليه وقتل المسكين، قطع رأسه فألقت المرأة نفسها عليه وشهقت شهقة أو شهقتين وماتت. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فقال: أما كان فيكم رجل رحيم؟ هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، هذه هي قضية القتال والحرب والجهاد. قال ابن حجر شارح صحيح البخاري وزاد الباقر، يعني الإمام محمد الباقر عليه السلام، وزاد الباقر في روايته: ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا فقال: أخرج إلى هؤلاء القوم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. فخرج حتى جاءهم ومعه مال، فلم يبق لهم أحد إلا وداه، يعني دفع ماذا؟ الدية. هذه هي المعايير التي يجب أن تعرض عليها النصوص الخاصة بالقتال في التشريع الإسلامي، لنميز بين ما صح منها وبين ما هو دخيل موضوع عن عمد لتشويه الإسلام أو للانتقام منه أو لتبرير أفعال الحكام والولاة في الزمن اللاحق، أو جاء في سياق حكايات القصاصين الذين كانوا يهدفون إلى الإثارة والتهويل لكسب المزيد من المستمعين وزيادة الغلة من المال المقدم إليهم. ولقد قدم أبو الفضل العباس رضوان الله عليه أروع الأمثلة في البطولة والصبر في طريق الجهاد والدفاع عن الدين والقيم التي آمن بها، وهو القائل: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبداً عن ديني. كما قدم أروع الأمثلة، أروع مثال في التضحية من أجل الآخر، حيث عرض نفسه للموت وقد تلوع قلبه الشريف لمنظر الأطفال العطاشى في يوم عاشوراء، فانبرى لجلب الماء إليهم غير متهيب من جموع الأعداء. روى بعض أصحاب السير أن العباس في اليوم العاشر من المحرم قدم إخوته لأمه وأبيه وقال: تقدموا لأحتسبكم عند الله تعالى، فإنه لا ولد لكم. فتقدموا حتى قتلوا، فجاء إلى الحسين عليه السلام واستأذنه في القتال، فقال عليه السلام له: أنت حامل لوائي. فقال، يعني العباس: لقد ضاق صدري وسئمت الحياة. فقال له الحسين: إن عزمت فاستسق لنا ماء. فأخذ قربته وحمل على القوم حتى ملأ القرب، قالوا، واغترف من الماء غرفة، ثم ذكر عطش الحسين فرمى بها وقال: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني، هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. ثم عاد فأخذ عليه الطريق فجعل يضربهم بسيفه، وأخذ الراوي يصف كيف تلقى ضربة على يمينه فبريت، فأخذ اللواء بشماله فتلقى عليها ضربة فبريت، فضم اللواء إلى صدره فضرب بعمود على رأسه، فخر صريعا ونادى بأعلى صوته: أدركني يا أخي. فانقض عليه أبو عبد الله كالصقر، فرآه مقطوع اليمين واليسار، مرضوخ الجبين، مشكوك العين بسهم، مرتثا بالجراح. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا، ورحمة الله وبركاته.